تم معناتها جلسه تحت قمه البرلمان للتصويت حول مشروع تنقيح القانون. هو شوف انا شخصيا جيت تعاطف، اما البرلمان بثمانيه هذا انا ما عنديش فيه ثقه وما نحشموش، ونعتبره برلمان غير الشعبي وغير ممثل، يظهر احنا ممثلين هنا اكثر من البرلمان. فما شكون هنا يتعدى بصفر اصوات، فما شكون هنا يتعدى بحسن الجوار. معناها انا ما نعملش عليه برشا البرلمان هذه ولا برشا عباد عاملين. ثانيا والله بصراحه ما فهمتش ما هو العقل المدبر بالنسبه للسلطه التونسيه. تجي قبل بجمعه بالانتخابات وتحب تبدل القانون الانتخابي، كي بدلته عندك عام كي تعرف روحك. يعني شو معناه؟ يعني نحن في سياسه سميتها انا البعلي، هذم ناس بعلي، لا عندهم للاسف لا عندهم لا كفاءه لتسيير السلطه، لا عندهم كفاءه للدكتوره، راهو دكتوره عندها قوانين، راهو بن علي كان دكتاتور بمؤجزه هذم ناس بعلي، وللاسف الشديد بعلي، واليوم فتنا فتره البعلي ودخلنا في العبث. اذا اليوم رغم ضعف الحضور، لان رجعوا يسكروا كيما فتره بن علي ورجعوا يسكروا على العباد، واسمع وشد منها انا قعدت ربع ساعه باش احط كرامتي، ما يسالش راهو. شوف الناس ما فهمتش الا الزمن تغير، واليوم احنا في زمن الانترنت والمعلومه تصير، وما نجم تسكر على المعلومه، وهذا كله عبث وما يوصل حد شيء. اما تبقينا بربي انا جيت لنا زاد رفع شعار، ما هو احنا شعارهم التحرير الوطني، برحمه تبكم برا حروا جبنينا والعامره وسيبونا، ما تحبوا تحروا الوطن برا حروا، ما قبلايس معناها تقريب محتله، على الاقل ترويكا في العصر السوداء حرت بنقردات. شفنا برشا دعوات للمترشحين المقبولين المرفوضين كما معناتها اللي هما ثلاثه طبعا عماد الديني ومنذر الزنيد وعبد الحميد، يقول لك معناتها كان انسحبوا وبعد معناتها من المشاكل هذه احسن كثير، وكما نعرفوا معناتها ناجي جنون طبعا. انا رايي وربما شخصي ادعو سي الزمال ربي يفرج عليه وهو رجل نحترمه، وادعو المغزاوي للانسحاب، لان لا يجب اعطاء الشرعيه لانتخابات انتهى دورها. انا بالنسبه لي هذه الانتخابات اصبحت لا معنى لها، اصبحت عبثيه. كي نشوفوا انا الاعلام العمومي شكون فيه، كي نشوف ما فماش. انا بالنسبه لي انا هذا مأتم انتخابي، ماشي والله مأتم انتخابي، انا ادعوهم للانسحاب. كما انسحبوش انا شخصيا ادعو الناس الى التصويت، رغم انا نعرف النتيجه مسبقه، اما ديما نبقاو احنا عكسهم، احنا نؤمن بالشرعيه، انا انسان نؤمن بالشرعيه ولازمنا نبقاو في الشرعيه. وبعد دعوات اذا الجيم المعارضه ما منش معها، سنبقى بالشرعيه لان من اخترع الشرعيه هي السلطه وليس لنا. ثم ايضا جزء من التوانسه والمتابعين للشان الوطني والسياسي يقول لك اليوم قاعدين نشوفوا ثم معناتها اتفاق، ثم وحده بين احزاب كانت في وقت ما ضد بعضها على جميع المستويات، يقول لك هذا بالعكس يزيد يقوي شعبنا. هو ما يحدث هو نتيجه الاخطاء القاتله تاع العشريه امسمه السوداء، تاع العشريه كانت برشا اخطاء، كانت برشا صراعات لا معنى لها، كانت برشا سبان في البلاتوات، كان الناس ما فهمتش الا في الديمقراطيات يتعايش اليميني واليساري. انا بالنسبه لي انا وادعوها يخرجوا من الاخطاء. اليوم انا ساتعايش وطالب باش يتعايش الاسلامي والماركسي واللينيني والتجمعي، وانا هذا بلاد الناس كل، ولا حتى حد حاططها في دفتر خانه. وبربي الدعوات للتخوين راهو التكفير والتخوين هي نفس العقليه نفس اللوجيسيال. وصراحه انا ننتمي ذاك الجماعه يقولوا لهم خوينين الوطنيين الصادقين النظاف، انا خويا ربي يعينهم راهم 5% ما زادوش اكثر. وشوف هذا منطق، شوف هذه حكايه نظيف في السياسه انهيت مع سبينوزا في القرن 17، يعني حتى مفاهيم قديمه شويه، بربي ادخلوا في القرن 21.